الموضوع جه مصادفه ان انا بحب الكتابه، فكنت بقعد كتير في كافي شوبس، لقيت ان هو دايما في عصايه بيستخدمها ماكينه اسبريسو بيرمي في معدل مفيش، يعني 100 حركه في الدقيقه مثلا. فانا بساله الحاجه دي بتروح فين في الاخر، قال لي بتترمي، في حد بياخدها؟ لا. مسكت الخيط البسيط ده، عملت بحث about coffee grounds بتروح فين، فاكتشفت ان هي ماتيريال فيها 99% من نيتريشن فاليو، واحنا بناخد بس 1% في كوبايه الكابوتشينو او الاسبريسو. واحد من التيم بتاعنا بيكون موجود في الكافي شوبس بيكولكت الكافي جراوند اللي بتكون موجوده فيها. كل كافي شوب بيحط الكافي جراوند بتاعته في باسكت مخصص ليها، بياخد الباسكت ده بيوديه البرودكشن يونت بتاعتنا. هناك بيتم حاجه من الاثنين، يا اللي بناخد الكافي جراوند دي بتبدا عمليه الزراعه على طول، بيتم خلط الكافي جراوند بالبذور بتاعه المشروم وبتحط في الاكياس المخصصه ليها، او ان احنا بناخد الكافي جراوند دي وبنعملها زي ستوكينج، لان احنا بنستخدمها بعد كده لو حصل اي كرايسيس او اي حاجه حصلت زي لما حصل في كوفيد ان مبقاش في كافي جراوندز، مفيش كافي شوبس، بالتالي احنا كان عندنا ستوك شغالين بيه برودكشن مش موقفين عشان مفيش كافي جراوند او مفيش كافي شوبس شغالين.